أثارت موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العدلي على اقتراح قانون يمنع أطباء الحكومة من العمل الخاص وتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة حالة من الغضب بين الأطباء في القطاع العام بعد إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية. ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل من 12 مادة نصت أولى مواده على أن الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية. في المقابل هجمت نقابة الأطباء المقترح البرلماني بشدة واعتبرته حلقة جديدة من سلسلة التعسف ضد الأطباء خاصة في ظل المرتبات الضئيلة التي يحصل عليها الأطباء في المستشفيات الحكومية وأنه قد يكون محاولة لتطفيش الأطباء، فيما رأى البعض أن المقترح قد يكون في صالح المرضى في المستشفيات في ظل تفرغ الأطباء للعمل الواحد بدلا من تشتتهم في أكثر من مكان. وما بين مؤيد ورافض للمقترح أصبح الأمر الآن في مجلس النواب للبت في مشروع القانون سواء بالتمرير أو الرفض، وهو ما تفصح عنه الأيام المقبلة.